So iCinema is Saudi's first bespoke audiovisual centre. It's an independent picture house, very much in that tradition of nurturing the local film scene, not only filmmakers themselves, but also the audiences that appreciate them. So the competition that enabled us to find the architects to build iCinema was a global one. And it was a completely blind process. So every entry, and we had entries from all over the world, was given a number and the name of the architects hidden. So BrickLab won this competition purely on the innovation of their proposal and merit, rather than their geographic origin as architects. And one thing that really impressed the jury was that BrickLab had gone out and spoken to filmmakers, artists, to cinephiles, to those that have been dreaming all these years of an independent cinema in Saudi, and asked them, what do you want from your local cinema? توجهنا في المشروع كان يتبع البريف اللي اعطونا هو حي جميل اللي هو كان نوفر مساحة للسينما المعتاد عليها وبرضو السينما اللي هي تعتبر تجريبية واكسبيرمنتال. أول ما بدأنا نشتغل على المشروع أول سؤال طرحناه على نفسنا هو كيف نقدر نفكر في السينما المستقلة أو الاندبندنت ارت هاوس سينما في مكان ثقافة السينما كانت متوقفة لمدة 30 سنة. فإحنا كنا نبغى نوفر هذه المساحة للكوميونتي. كان هو ردة فعل لإيش جدة تحتاج، لعدة مقابلات سويناها مع ناس اشتغلوا في مجال السينما، ومنها إحنا رجعنا لهم قلنا لهم إحنا مو بس حنوفر سينما رئيسية وسينما فرعية للأفلام التجريبية. فعشان كده أضفنا مكتبة فيها مراجع للأفلام وأرشيف للسينما، وبالإضافة إلى ذلك خلينا في سينما المجتمع والكوميونيتي سينما اللي هو ممكن صناع الأفلام يبدأوا يعرضوا أعمالهم فيها. طبعاً in response لجدة بدأنا إحنا نبحث إيش تاريخ السينما هنا، لقينا إنه كان في نقطة وقف فيها السينما ورجع بدأ تاني، وحاولنا إحنا we translate هذه زي لما تكون الشاشة حقت التلفزيون خربانة أو ما في إرسال TV static. فاستخدمنا هذه كفيجوال ريفرنس ومنها طلعنا تاكتايل ريفرنس شيء ملموس، وعشان كده استخدمنا السجاد واستخدمنا مادة الفينيل مخلوطة مع الكونكريت عشان يكون زي ما بتقولي ممكن different interpretations للستاتيك حق التلفزيون. الصراحة يعني مرة متحمسة إن شاء الله إنه يصير الأوبننج ونشوف كيف قبول الناس أو تقبل الناس أو الرحلة حقة الشخص من وقت ما يوصل لحي إلين لما يخرج من الموفي، لأنه سبيس صمم بطريقة مناسبة لجميع أنواع الأكتيفيتيز المجتمعية. فمرة متحمسين نشوف كيف يتم استعمالها في lectures، في talks، galleries، مع film screening، أي activities ممكن تنفع تكون في المكان.